دحينا راح نبدا. فتحت الباب والمسدس في يدي قدام اثنين. واو واو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بندر وبندرت رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو راح نلعب هيتمان 2. انا يا جماعه سجلت مهمه كان رهيبه مره وكان متاكد ان الفيديو راح يكون رهيب، ولكن للاسف ان طلع في مشكله في الصوت عندي وكان صوتي ميوت كامل. شوفوا راح اوريكم بالمرحله اللي لعبتها. اخر مره تجسسنا في الهند وقدرنا اننا نجلد 3 اشخاص، واحد منهم كان ما ندري حتى كيف شكله، لكن بعد ما عرفنا ادله وكذا قدرنا نكتشف الشخصيه هذه. للأسف الفيديو اللي تكنسل كان في هذا المكان، المكان يفتح النفس، وكان في 3 مهمات لازم اني اجلد 2 ولازم اني ادور لمعلومات وادلة كذا. ما ادري صراحة، احسني ما ابغى العب نفس المهمة في نفس المكان وانا يعني عارف مثلا بعض اشياء. صح انه اقدر ممكن اني اجلدهم بطرق مختلفة، لكن احس انه خلاص خرب هذا الشيء. يعني ما ادري، انا راح احط لكم تصويت اذا كنت تبغون بعدين نرجع نلعب هذا المكان او لا. المكان اللي بعده هذا من جد شكله دايم مرة. شوفوا اوه ماي جاد، كانه كذا سجن او حاجه زي كذا. المكان في نورث اتلانتيك، ما ادري فين هذه، والاسم ايسل اوف سيجيل، ما ادري ايش، اسامي صعبه. ما طول عليكم يا شباب، لا تنسونا اللايك وخلونا ندخل هذا المكان اللي متحمس له مره. يلا بسم الله. وتعرفون انتم كالعاده يعني نتجسس وعلى طول وامشي. اوه ماي جاد يا جماعه، هذه المهمه شكلها ديم مره. في شخص اتوقع انه لازم ما يموت وعنده زي سم في رقبته، لازم نلحقه قبل ما يموت. لكن في شخصيتين عندهم زي ريموت يقدرون يقتلونه، فما ادري ايش راح نسوي. هل نقتل الاثنين ذولي وننقذ هذا؟ احاول اني افهم. هذه المهمه راح تكون ديم. او ماي جاد، احنا في جزيره تمام، وهذا الشخص الثالث اللي هو عنده زي سم في رقبته تمام؟ هذا على طول ممكن انه يقتله لو عرفوا انه مثلا حيكشف معلومات او شيء. ومو بس كذا، الاثنين هذول للبنات عندهم زي ريموت يقدرون يضغطونه ويقتلونه مباشرة. فالهدف هذه المرة اننا نقتل 2 ونستخرج 1 من الجزيرة. او ماي جاد والله تحمست. طيب خلوني اضبط الاغراض اللي عندي، راح احط هذا اللي يفتح الابواب. يلا يا شباب بسم الله. ربي خوف الموضوع. ها ايوه هذه الجزيرة. ها ايوه شوفوا احنا في القارب. راح ندخل هذا المكان الديم. اوكي ايه سحب علي خوي ديم يد لبس الناري. هاي هذه حفلة. هذا اللي حفلة الاغنية تعرفون ذي الاشكال. احسهم بريطانيين اللي لابسين كذا يعني. I can't believe that. خلونا نشوف الهدف. اوه ماي جاد، شوفوا هذول الثنتين البنات وذاك فوق مره. كيف راح استخرج ذا الرجال؟ لازم اول شيء اجرد البنات عشان ما يقتلون. خلونا نشوف المكان نستكشف وذا وبعدين. ايش ذا؟ اوه ماي جاد ايش ذا؟ اوكي خشب، حسبتها سمكه ميته ما ادري. شوف شوفوا ايش راح اسوي، ما ادري ايش بس طف عليهم الكهرب. اوكي ما ادري ليه بس كذا ابغى اشوف ايش في هذه الغرفه، ممكن في حاجه استفيد منها مره. قبل ما ادخل الجزيره يعني. ولا خلاص اسحب على الغرفه. طيب يلا نتوجه للمكان. سلام. ايوه ليه يا شباب؟ حسبت اني اقدر ادخل. اوكي اقدر اني البس لبس حارس واجلد اللي هناك، بس هناك المشكله انهم زحمه مره ورب المهمه راح تكون صعبه. يلا خلونا نحرك هنا. طيب يا شباب انا معاكم. صح خلونا اختلط بالناس عشان يعني انا منهم ذا. اوكي ايش عندنا هنا الحفلات؟ اوكي اوه ماي جاد هنا حفله يا جماعه. هذا ايش؟ واو دام 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 دام، يعني اقدر اسوي نفسي اني انا يعني من الجمهور. واين ايش اي كان بلاي.
اشرب اشرب لا العصير ممتاز يا شباب. طيب يلا نروح للهدف. اهم حاجه بس الحراس ما يمنعوني. هذا لو فتحت ذا الباب هذا افتحه ولا بس ادق كذا؟ محمد دخلنا لو سمحت. ايوه في واحد راح يفتح لي اشوف في الخريطه. اوكي اوه يقول لي ما تقدر تدخل. ليه؟ ما ادري ليه. خلونا نسمع كلام الناس، ممكن اني احصل مهمه ولا شيء. تمام. اوه ما شاء الله هذا الاستقبال والدلع. ايوه انا اول مره اجي هنا. تقول لي تبغى تعرف معلومات؟ يلا انت معلومات. يلا في كاميرا شباب شوفوها فين هذه الكاميرا جالسة تشرح لي. والله ما نفهم اي حاجة. خذ لك تفاح يا رجال، خذ لك استفيد منها بعدين. او ماي جاد جالسة تعرض علي الاماكن تقول لي الاقل يعني يبدا ب 99 مليون اسجلك فيها ولا لا؟ هي ايش ذا الزر؟ ايش سوي؟ ها لا لا المويه المويه دقيقه. بس كذا بيض شباب تسمعون الموسيقى فيها احساس. يعني لو تلاحظون النوته سي مع دي صراحه يعني واو. طيب خلونا اوه باقي في مكان زياده يعني ما شاء الله. لا لا لازم ما اجري اخليك برستيج يعني. هلو او ماي جاد دام ايش ذا؟ واو اوكي ايش ذا؟ واو يحرقون الفلوس. اه يا قلبي يحرقون الفلوس. حرق امه. لا لا انا معاكم يا شباب، انا معاكم بس يعني احرق الفلوس الله يهديكم. بس خبزوني خبز. يلا رجعنا مره ثانيه. هذه المره لا تتلقف ولا تسوي اي شيء، خلك بس خلك. اوكي خلهم يحرقون الفلوس ولا يسوون اللي يبغون. اغنياء كلاب. ايوه هذه جالسين يتكلمون، ممكن احصل يعني مهمه ولا شيء. ايش يقول لك؟ يعني انه السبب من هذا الشيء يعني انه تعرف انك لازم تضحي عشان تعيش. يعني لا تضحي بفلوس. اقدر اطلع؟ اوه ما اقدر يا اخي، لازم لبس حارس راح يمشي لي الموضوع. ولا لازم لبس حارس او لبس واحد احمر من ذولي. اوه دقيقة دقيقة اقدر اجي من ورا. ايوه خذ لك هذا الزرادية. اوكي دقيقة في واحد هنا ما يلاحظني. حلو طيب ها ايش ذا المكان؟ هنا في حراس. اوكي في حارسين اصلا. اوكي هذا الحارس راح. ايوه ايوه وانت بلع برضو. يا سلام. اوكي اوكي طيب خذ لك الرقبة. ايوه عشان ما حد يصحى. بس ما حد يصحى ما حد يصحى. يلا دحين البس. اوكي تمام تمام لبسنا لبس حارس. يا سلام ابغى دحين احطهم في مكان. يا جماعة هنا في هذا الصندوق ينفع؟ دقيقة. ايوه يا سلام حط. يلا خويك برضو ها يعني خلوكم سوا ما يحتاج. لا تمام خذ اي شيء. هنا السلاح برضو خذه، مع اني ما اتوقع استخدمه بس يلا ما يحتاج امر من الحارس، على طول اطلع من هذا السلم. طيب ها ياهو. او ماي جاد لا ذول حراس ليفل ثاني لابسين اسود مدري ايش. معليش يا شباب معليش. هذول اللي ذحين ما حد يتكلم. ايوه خلك بس في طريقك. اوكي خلك في طريقك، واحد شك فيا بس ما عليه. او ماي جاد يا جماعه واحده من البنات هذه زوي اسمها. اوكي ذحين هذه كيف اجلدها يا جماعه؟ هذه كيف؟ هذا السؤال من جد. وربي المكان زحم. اوه في حارس شاك فيا، في حارس شاك فيا. خلك موجه ذي الجهه.
كمان لا 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 شك 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 فيا بليز مان بليز اوكي اوكي ارجع ارجع هنا ارجع ايوه خلى الامور تهدى وبعدين يا اخي ليش ليش يعني ذا خلوني ارمي السلاح ممكن هو السبب وربي لحقني تشوفون هذا هو لحقني يا جماعه الخطه الجديده شباب بسيطه مره بكل بساطه اعطيه كذا من قبل لا احد يجي ولا اي شيء تمام وعلى طول سريعه سريع مره سريع يا سلام يا سلام ها جيب جيب الرجال حطه هنا خلاص ما حد يدري انتهى الموضوع بكل بساطه يلا اوه في واحد يشك لا 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 تمام تمام مهمه مهمه حلو 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 ايوه لا 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 الكاميرا لا تكشفني بس خلوني اسمع كلامهم ونشوف المهمه ايش لازم اني اسرق القلاده تشوفون كيف او ماي جاد كيف عندي خطه حلوه يا جماعه بس ان شاء الله ما حد ينتبه لي هنا اطفي الكهرباء اوكي حلو 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 ايوه خلي الحارس هذا يروح دقيقه خلوا يروح ها لما يروح راح اجلد هذا العامل والبس لبسه انا اكون بداله فما يلاحظ الحارس نفسه يا سلام الحراس ذول مو منتبه لي بلا تعال ايوه مو منتبه مو منتبه لا لا واللي يرحم لي امكم لا اسحبوا اسحبوا سريع لا لا كاميرا يا جماعه كاميرا او ماي جاد كمان مان طف انا يا شباب يعني مو انا مو انا مو انا اوكي ايوه في واحد شك في واحد شك في واحد شك بس لا اوكي دقيقه دقيقه ايوه ابلع وابلع اوكي سريع 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 ابلع ايوه تعال 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 ها حط حط هنا يلا يلا ايوه اسطوره اسطوره دايم التجسس بس بس اهم حاجه مشى ان شاء الله ان شاء الله اذا حنا انا قفلت هذا ها السكيورتي ما ادري ايش الكهرباء لا قصدي التنبيه ما ادري ايش اوكي الامور في السليم ان شاء الله في حاجه انا اكتشفتها تحت طبعا اللي هو اني اطفي الكاميرات ها بس هذا الحارس مشكلة هذا الحارس يكشفني ترون لو طفيت الكاميرا أقول لكم عندي خطة رهيبة خليه يجي راح أطفي الكاميرا وخليه يجي أوه ما كشفني أوكي ما كشفني أوكي حلو حلو طيب يلا أتوقع أنه ذحين الفرصة المناسبة بس أني أحتاج حاجة واحدة أحتاج أني أطفي هذا أوكي أيوة وبرضو الجهة الثانية الجهة الثانية المشكلة زحمة زحمة مرة يا جماعة شوفوا تكير عند القلادة خلاص ما راح اقدر اخذها ورجعت الكاميرات في كاميرا فوق هنا ها تشوفون راح نرجع نضبط نفس الخطة شباب يلا يلا اوكي الكاميرات تمام سريع على السريع مرة ها يلا 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 سريع سريع يا اخي في في ها يلا تو ماتش يا شباب حراس في كل مكان المشكلة في واحد تكي عند القلادة أنا أيوة أيوة smooth 47 the sparrows oh my god oh my god انتبه انتبه هذا اللي بعدين نبغى يجي اوكي اوكي طيب لازم اني البس لبس هذا يا جماعه ها هذا هو نفسه اللي سرق القلاده ذحين راح يلاحظ انها مو موجوده ايوه لا الحارس الحارس يشك فيا اوكي حلو شوفوا حتى مشيته معصب وربي اقدر اجلده يا جماعه هنا ما في ولا واحد طيب ايزي نستخدم نفس الاستراتيجيه يا شباب عشان نتخلص من الحارس ذا ايوه خليه يجي عشان يشغل الكهرباء آه
اوكي اح طيب سريع 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 البس البس سريع مره يلا خلك اسرع يا بندر اسرع اوكي اوكي كفو كفو اهرب 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 ايوه طيب دحين لازم اني اكلم صوفيا فينها صوفيا ذي يهو فوق يا جماعه فوق ما اقدر اطلع الحراس دول اللي يجلدوني ولا تسمح لي كلمه واحده كف ورع طيب ايوه يلا نكلم صوفيا تقول لي ذحن نتكلم عادي بس اتبعني دقيقة ايه انتظري اوه حنخلي اطلع 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 بس ايوه طيب الحراس خلوهم ينقلعون اوكي كيف نجلد هذا الحين يعني ايزي اقدر اسوي طرق كثيره اوكي طيب تقول لي لبسني القلاده من عيوني ها من عيوني البس القلاده خذي راحتي تفضلي شيز ذا المهمه الاولى تم الدعس خذ خذ اوه اخذت عندها بطاقه مدري ايش شكلها تسمح لي تسوي اشياء كذا ديم اوه هذا اللي يقتل الرجال طيب اوكي اذكر انه لما جيت التمثال هذا كان فيه له دخله بزوي او حاجه زي كذا فخلونا نشوف ايوه نشوف هنا ما حد يتكلم لبسي اوكي اوكي معليش معليش لبسي دايم يا شباب ها لبسك الزمن والله وعادي ايزي لبس الحارس اصلا هنا انا اللي جلدته اول ليتس جو ميت ليتس جو ايوه يا سلام خلاص يلا رجعنا لاخوي انا تسمحوا لي ايوه تمام دحين تمام اوكي ممكن يا شباب اني اوكي طيب خلونا نسمع القصه حقهم ونشوف ايش الوضع او ماي جاد يا الطريقه اللي راح تندعس فيها يقول لك هذا التمثال راح يحرقونه بمناسبة مدري ايش وزوي هي تكون داخل او حاجة زي كذا فانا احدد من اللي راح يسوي هذه المهمة ويحرق التمثال واجي انا احرق شيز دي التمثال في زي المد زي مدخل او حاجة زي كذا خلونا نشيك عليه عرفت عرفت مكان المدخل ايزي المشكلة ان ذا الحارس البيض يشك فيه ما في ولا احد يشوفني سريع سريع اوكي حلو حلو طيب ها ايش الخطة دحين؟ خلوني اجرب ان شاء الله ما يكشفوني بس يا سلام يا سلام اوكي ضبطوا ضبطوا خلاص طيب دحين لازم اني البس لبس اللي راح يحرق ها طيب طيب يلا يلا طيب اوكي اجلد هذا سريع سريع ايوه سريع سريع اوه دقيقة انا اسف 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 اوكي يهو يهو يا جماعة غلطة في كاميرا فين الكاميرا ذي لا لا طلع ما في كاميرا انه واحد بس كشف الموضوع طيب جلدتهم كلهم خلاص ايزي اتوقع ما حد يدخل هذه الغرفة فراح اخليهم هنا متكين عادي ذحين راح نبدأ فتحت الباب والمسدس في يدي قدام اثنين واو واو يلا من جديد يا شباب اوكي لكن بهدوء بهدوء ايوه طيب طلع السلاح وبسم الله بسم الله اوكي حلو 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 اوكي تمام قبل ما افتح الباب هذا واجيب ام العيد الجثه هذه يشوفوها اصلا لو اني فتحت الباب فاسحبه معاك وحطه في الصندوق هنا في الصندوق ايوه قبل ما اروح يا جماعه حط امهم كلهم احتياط يلا اوكي باقي واحد فقط الموسيقى توتر يا جماعه اوه فل اوكي هي هذا لازم اشوف الحل ذا نجيبه من ورا ولا كيف بالضبط اه لا هنا في صندوق ثاني تمام تمام حط يلا هذه المره يكشفوني الجلطه اوكي مصطفين اوكي مصطفينك يقولون ما ادري
فينك؟ اوكي يلا 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 دحين راح نبدا الحدث. ايوه صفقوا صفقوا يا شباب بس لا انا اوريكم انا دحين. اوكي يلا احرق يلا ها. اوكي طيب دحين المهمة تغيرت، يقول انتظر زوي صح عشان هي تيجي تحت التمثال وتسوي فيها الحركات وذا. شيز ذي فين بس؟ ايوه هذه جايه جايه. يلا يا جماعه في واحد من الحراس شك بس زوي كملت تمشي حلو. ايوه ان شاء الله انه ما يشوفك زياده. طيب يلا جايه جايه. ايوه يا سلام يا سلام. طيب ها ايش اسوي ذحين؟ استدعيها يقول استدعي زوي. ايوه as our founder's rightful successor, our حلو. Inspiration, جالس يمدح فيها. خذ راح. The custodian of our future. يعني أنت أيوة. خلاص انتهت المهمة. دحين إيش؟ أيوة. دحين راح يعني تحرق المكان كذا كدائرة ولا؟ ما أدري والله. جالسة تتكلم عن السيرفايفل. تتكلم عن السيرفايفل موضوع صراحة شيق وجميل. يعني كيف تعيش وانت دحين بعد شوية راح تموت. ايوه اوكي طيب اجيها يعني ولا كيف؟ اجيها يلا ها. اوكي اوكي حلو. طيب اولع اوه مولع. رايز فروم اتس اشز. او ماي جاد او ماي جاد. ايوه بدت طلعوني يا جماعه. ربي حشرة. هي المفروض شكله تنزل او حاجة زي كذا. حتى ما يدرون بها الحرس انها انشوت شوي. ما يدرون بها. اوه ماي جاد. ربي على الفحم. خلاص انتهينا من ذي ذحين. باقي ذحين انه اكلم ذاك الرجال واطلعه من المكان حي. تتوقع انه اهدده ها؟ ايوه ايوه. اوه يقول له انا قتلتهم وعندي عندي الزر. اوكي ايوه حلو. يقول له ما تسوي اللي فيها يمين ويسار. نبغى تمشي ولا ترى والله لا اولع ام الجهاز يعني. يقول انا اعرفك ها؟ انت اساس بورنود مدري ايش. طيب دحين يمشي معايا ولا امشي انا وراه ولا والله اوكي صح انا امشي وراه. طيب الله يستر بس لا يصير اي حاجه يكلم اي واحد. ورب اني خايف يا جماعه. اوكي هاي امشي لا تسوي لي فيها هذا. خلونا اجهز الذا ها اوريه بالز المفجر حتى عشان يصدق. The good doctor built his serum specifically to يا عمي امشي بس جالس يتكلم كثير يقرقر. As Miss Burnwood's sense of justice rubbed off on you. احنا نبغاه عشان يعني معلومات. اوه لا 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 حد يلاحظني بس لحد يلاحظني. اوكي حلو. انا ذحين بهذا اللبس ممكن اني انكشف ترون. ممكن. فالله يستر بس. طيب اخ في حراس. لا الحراس بس لا دقيقه دقيقه لا. او ماي جاد او ماي جاد. يهو طيب خلاص ايوه مشيت الحمد لله طلعت من المكان. يا سلام يا سلام. اوكي خلك طبيعي. ايوه حلو. طيب يلا
يلا حرك معايا. لا لا تقول لي ما اخذته. ما اخذوا اخذوا ولا ها يا جماعه اخذوا ولا لا؟ اتوقع اني اخذته ولا؟ والله العلي العظيم لو اطلع اني ما اخذته لا ادعس واحد اليوم دعس. اوه يا جماعه اللي اخذته حتى جايبين عرض وايوه وانا وهم ماسكين ودحين جايبين هذا العرض وهو جالس كذا. شوف هذا الاساس انا وذول يعني الشركه مدري ايش زبده العرض انهم حيستفيدون معلومه منه. هاي تيم ختمت اللعبه؟ ختمت اللعبه اللي هو يعني القصه وكذا فاهمين يعني. بس انه اصلا لو نرجع هنا باقي مكان زياده هذا المكان. وفي طبعا شوفوا بعد ما اخلص هذه لو انتم تبغون زياده برضو في مهمة من هيتمان الأول موجودة هنا. ها شوفوا هذا اليابان أمريكا تايلاند مدري إيش كذا المغرب في إيطاليا يعني في باقي فرنسا في أماكن من الجزء الأول إذا كان أنتم بعدين تبغون. المهم بس شباب نصل نهاية الفيديو أتمنى أنكم استمتعتم. لا تنسون تقيمون المقطع وتعطوني لايك ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة. هذه الجزيرة ها؟